اه طيب طبعا بالنسبه بقى لمحمد الشناوي، محمد الشناوي يمكن لان يعني كان في بعض الكلام على محمد الشناوي في المباراه السابقه، الاستوديو اللي فات حتى انتقدناه في ان هو خروجه على الكوره، وقلنا ان هو محتاج النهارده بنديله بقى حقه. الراجل بصراحه قدم مباراه كبيره، يعني الحارس دايما الكبير هو اللي بيصنع الفرق لفرقته. يمكن هو صد انفراد الاول، صد انفراد كان ممكن يغير النتيجه من 1-1 يعني تبقى 1-1، هو حولها ل2-0. ده الحارس الكبير اللي هو بيصنع الفرق دايما لفرقته. الحاجه الثانيه ان هو تصدى لركله جزاء. الحاجة الثالثة ده الكلين شيت رقم 10 لمحمد الشناوي في الدوري، يعني النادي الأهلي عامل 16 منهم 10 لمحمد الشناوي. بقى أكتر حارس في الدوري عامل كلين شيت. الحاجة الرابعة إن هو أقل حارس في الدوري استقبل أهداف، 9 أهداف بس. يمكن أرقامه قدامنا على الشاشة، محمد الشناوي النهاردة لعب 90 دقيقة، عمل 3 سيفز يعني 3 إنقاذات، تصدى لركلة جزاء، خرج بشكل صحيح على الكرات العرضيه. ده اللي احنا بقى كنا بنتكلم عليه، ان هو النهارده خروجه على الكرات العرضيه 3 مرات بشكل صحيح، 3 من 3 خرج صحيح، خروج صحيح من المرمى لابعاد هجمه 3. ده برده النهارده لا، محمد الشناوي بيستعيد جزء كبير جدا من مستواه. طبعا حصل على خطأين، التمريرات الطوليه بتاعته 4 بنسبه دقه 60%. وبالتاكيد محمد الشناوي، والنهارده كمان خفير اجيري او الجهاز الفني المنتخب كان بيتابعه كابتن احمد ناجي، بالتاكيد محمد الشناوي بيثبت ان هو يعني ان شاء الله راجع لمستواه بقوه في الفتره القادمه. يعني